وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا سيد محمد علي حسن الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الخارجية. أستاذ محمد، بعد تحية، ما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظرك لسير المفاوضات في الفترة القادمة بشكل خاص في ظل الجهود التي يبذلها الوسطاء للتوصل للاتفاق؟ بعد التحية، في الحقيقة أن هذه الزيارة، ونتحدث عن السيناريوهات فنتحدث عن الزيارة الآنية من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة العلمين، واللقاءات والتشاورات التي حدثت منذ ساعات قليلة سواء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى مع السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية. يأتي هذا بعد يوم من المشاورات التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الزيارة رقم 10 لمنطقة الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي، واتفق مع رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عرض هذه الخطة، المفاوضات التي تستكمل من بداية الأسبوع الجاري، ووضعت بعض البنود التي كان عليها بعض الخلافات. نعم. ومن الواضح أنه تم التوصل إلى بعض التفاهمات، حيث أن تصريحات بلينكن كانت جيدة بعض الشيء بالأمس. أما بالنسبة للسيناريوهات، فالسيناريوهات تتلخص في أن هناك جهود للوسطاء وتحديدا الوسيط المصري والمفاوض. نعم. المصري هو الأبرز في هذه العملية. في هذه النقطة تحديدا أريد أن أتوقف أستاذ محمد بشأن الجهود المصرية. كيف ترى هذه الجهود المصرية التي تبذل من أجل التوصل إلى اتفاق وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق؟ الجهود المصرية لم تتوانى لحظة منذ بداية حرب غزة، وتحديدا منذ 7 من أكتوبر من العام 2023. كان هناك أكثر من محور تحركت مصر فيها لتنفيذ هذه الجهود وتوضيح بعض الأزمات التي قد تكون مترتبة على الأزمة في قطاع غزة والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليه. أبرزها بدأت بمؤتمر أو قمة القاهرة للسلام، والتي كان فيها توضيحا كبيرا من قبل القيادة المصرية لرؤساء ورؤساء وزراء ومسؤولين أمميين في ممن كانوا حاضرين، وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي تغيرت وجهة نظر كثيرة للغاية في الكثير من الدول التي كانت مع إسرائيل على طول الخط، وأصبح بالفعل هناك مناهضة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني. أيضا الجهود الدبلوماسية، جهود دبلوماسية رائعة وكانت على مدار الساعة، الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين. أما المحور الأهم هو محور المفاوضات، المفاوض المصري هو المفاوض الأكثر دراية بهذا الملف نظرا لعدة اعتبارات. أيضا هناك اتصالات يومية وعلى مدار الساعة بين الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الجهات المعنية في مصر بهذا الملف تتحرك على قدم وساق، لم تتوانى الإدارة المصرية للحظة أكررها تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدا لوقف ما يحدث في قطاع غزة والوصول إلى صفقة تبادل الأسرى، وأيضا قرار الوقف إطلاق النار. والأهم من كل هذا، يعني نعتبر أن هذا يعني نستطيع أن نقول أنها محور وقت، المحور الذي ترعاه مصر بشكل كثير وتبدي فيه جميع جهودها. وقالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن مصر تدعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.